اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج عين. عندنا النهارده اخبار فنيه كثيره جدا وكمان انترفيوز مع كل النجوم اللي انتم بتحبوهم، واللي هنعرف منهم ايه اخر اخبارهم وحكاياتهم. كل ده اكسكلوسيف وبس لبرنامج عين. واهم عناوين حلقه النهارده: عوده كريم عبد العزيز، ادوارد نمبر 1، لقاء خاص مع رانيا شاهين، ياسمين عبد العزيز في رمضان، حوريه فرغلي في الجمعيه، عم صلاح في عش الدبابير، نجوم عيش بشوقك، سنجل ماجدة الرومي. اول خبر معنا في حلقتنا النهارده عن السوبر ستار كريم عبد العزيز اللي هيرجع للسينما من تاني بفيلم اسمه نادي الرجل السري، والفيلم هيكون من اخراج خالد الحلفاوي. السوبر ستار ياسمين عبد العزيز هتعمل مسلسل لرمضان 2019، والمسلسل هيكون ورشة كتابة اللي تكتب المسلسل، لكن المفاجأة انه هو مش هيكون كوميدي. ادوارد هيرجع للغنى من تاني وعمل اغنية مفاجأة جامدة جدا جدا. الاغنية اسمها نمبر 1 وهتكون من تأليف والحان عزيز الشافعي. النجمة حورية فرغلي هتعمل مسلسل جديد اسمه الجمعية. المسلسل ده عبارة عن 60 حلقة وهيكون من تأليف محمد سمير مبروك، واللي عرفناه ان هو خلص كتابة 10 حلقات. المسلسل هيكون من انتاج السبكي ومن اخراج محمد النوالي. منظمة اليونيسف نزلوا فيديو للسوبر ستار احمد حلمي وهو بيقول نصايح للاباء والامهات